وتنضم الينا في الاستوديو صباح علي مديره جمعيه روحي. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا. سعد صباحكم يا رب يعطيكم الف عافيه. صباح انا دائما كما بيجي بدي صبح عليك بنادي لك. أيه صباح غير صباح بعدين لحتى قدرت عن جد افصل انه اسمك صباح، لانه صار اسم الجمعيه اليوم كثير متداول بالنسبه لنا وبالنسبه لعدد كبير اليوم الحمد لله من السوريين. تخبرينا عن الجديد، النشاطات الجديده ولوين وصلتوا اليوم؟ هو الحمد لله الجديد اللي صار انه صارت الفكره بالمجتمع مفهومه اكثر، انه روحي يا جمعيه خيريه عم تكفل ايتام بطريقه مستدامه بعيدا عن اي تعاطف. كيف يعني؟ عم نحاول نخلي كل المجتمع جزء من كفاله اليتيم، فلحتى انا احصل على كفاله هاليتيم بطريقه مستدامه دائما تكون موجوده بدي اقدم شيء للي عم الدونر يلي عم يتبرع. فنحن عندنا كثير مشاريع، من مشاريعنا في مشاريع اسبوعيه وفي مشاريع سنويه. نحن كل سبت مثلا عندنا ورشه فنيه، بيجي فنان بيتبرع بوقته بيعرف عالم على حرفة أو بيعلمون حرفة، بيكون 100% بتبرع وأصحاب المكان 100% متبرعين كل سبت، واللي بيدفعوا العالم لحتى يحضروا هالورشة الفنية بيروح 100% لكفالة الأيتام. عنا كمان معارض سنوية، بنعمل كل سنة ما يقارب 4 لـ 3 معارض فنية بنعرض فيها مثل ما قلتي بالبداية لوحات الفنانين أعمالهم الفنية، بيكونوا 100% متبرعين وبتروح 100% لتجديد كفالات أيتام للـ70. آخر شيء عملنا كنا موجودين بمعرض الكتاب الدولي باسطنبول لمدة 10 أيام. هي كانت أطول إيفنت روح بيكون فيها. أكدم ستور كانوا مقدميننا مساحة، نحن لأنه عنا هاي المساحة فتحنا مجال لأصحاب المشاريع يلي بتعرف في الوضع الاقتصادي كيف صاير كتير صعب، ما عم يقدروا يبيعوا على الانستغرام أعمالهم اللي بتجنن يلي كلها فن وكلها وقت ومجهود. عرضناها مقابل أنه عرضناها بصفر كوست، يعني ما دفعوا أي شيء أصحاب المشاريع، مقابل أنه يتبرعوا ب30% من ريع مبيعاته بهالعشر أيام لأيتامنا، والعائد كان كتير كبير لهم لأيتامنا الحمد لله. حلو حلو. طب غير هذا الإيفنت، هلا بالنسبة للسيدات اللي عم تشارك معكم، هل أنتم عم تقدموا لهم دورات تعليمية مثلا بمجال معين لحتى تقدروا أيضا تستفيدوا من إنتاجهم ومن التبرعات عن طريقهم؟ هو الفكرة تبع البازارات بلشت حديثا بروح تقريبا فينا نقول من سنة، أقل من سنة، شي 9 شهور أول بازار عملنا وعملنا شي 3 وكان كتير ناجحين. صرنا هلأ نعمل الورشات ونلاحظ أنه الناس تجي، مثلا في ورشة عملناها صناعة سيراميك، إجت واحدة على آخر بازار عملناها سيدة أعمال قالت لي هدول الفنجين أنا عملتهم بعد ما تعلمت بورشة روح سبت من سبتات روح، يعني هدول المقات وانا ما بدي 70% تبعي، هي 100% للايتام. فهي تعلمت هي الحرفه وعملت منها بزنس وعرضتها اول مره بالبازار، فاي يعني وقدمت كل المدخول يعني اتس جوينج لهذا الطرف، انه يصير انه نحن نساعد سيدات الاعمال تطور اكثر واكثر مقابل انه هن كمان يكونوا جزء من كفاله الايتام. صباح هي حاله من الحالات يمكن ذكرتيها اليوم، عن جد في انتماء لهي الجمعيه بانه تحسي في ولاء من كل السيدات اليوم اللي تعلمت او حتى شاركت بهذا الولاء الموضوع. الاكبر دوما اكيد سيدات الاعمال ما بيقصروا بالولاء، وبتلاقيهم نفس ذاتهم يلي شاركوا بالوزارة بقول انا بنعطي فرصه لاصحاب مشاريع جديده لانه بليز انا بحب روح كثير ومدري شو، هن كثير هيك منتميين للموضوع. بس الولاء الاعظم اكيد فريق روح، يعني اكبر ولاء لجمعيه وكلمه روح هو الفريق. طب حكينا شوي عن الفريق، كم عددكم صار؟ نحن 40 متطوع ومتطوعه باسطنبول، في عنا كمان مستوعين خارج اسطنبول بيشتغلوا معنا اونلاين بالديزاينات الصفحه بالحملات اللي بنعملها بموقعنا. نحن بطلنا فريق، يعني صرنا كثير عائله، اي حدا بيصير جزء من فريق روح تطوعي هيك بيكون يعني جزء من عائله بيعيش معنا كل لحظات حياته، تخرجهم ارتباطهم زواجهم، هيك صرنا عائله كثير كبيره، وانتمائهم هو صراحه اللي محببني ومكبر الموضوع بعيون العالم. عم تكونوا متواجدين كل الوقت، دائما في افكار جديده ونشاطات جديده، وعم تقدروا توافوا هذا الشيء؟ هلا اصعب شيء انه هن كلهم متطوعين، ريع كل شيء بطلع روح بيروح 100% لايتامنا، ما حدا بياخذ رواتب لا مجلس اداره ولا المتطوعين، احنا كلياتنا يا موظفين يا طلاب مدارس، فكتير صعب نضل عم نتقابل كل اسبوع تماماً. بس نحن كل شهر تقريبا عندنا ايفنت وبعد كل شهر في تكريم، فالحمد لله عم نشوف بعض يعني بطريقه منيحه. طيب حكيتي لنا على فريق روح وعلى السيدات او سيدات الاعمال اللي عم يتطوعوا بوقتهم وايضا باعمالهم، طيب بالنسبه للتفاعل الناس مع البازارات كيف عم تكون؟ تعرف شو احلى شيء اخر فتره صار يوصلني انه صباح بليز امتى تعمل ايفنت، لانه ما عاد في ايفنتات بروح احلى من ايفنتات روح، يعني يعني ما عاد في ايفنتات باسطنبول احلى من ايفنتات روح. ليش؟ فالتفاعل شو اللي بيميز؟ يمكن هو كثير شيء حقيقي،
يعني هيك فكرة إنه كله عم يجتمعوا مشان آخر شيء تطلع كفالة هالسبعين يتيم ويكتروا الأيتام. بلشنا بيتيم واحد، هلأ نحن وقت نقول للناس اللي متابعيننا من زمان، وأنت عم تقليلي كنتي برا الهواء أني أنا متابعة من أول مدري شو، إنه قديش بيكبر قلبهم وتشوفوا إنه هاي الفكرة يلي كانت من شنتة كبرت صارت إنه إيفنتات وعم تجمعنا وكلياتنا جزء من كفالة يتيم. يعني اللي بيبسطون إنه هن بيجوا على معرض فني، بس هو إذا اشترى لوحة هو بيعرف من جوا إنه هو كافل يتيم، إنه عم بيساعد. فهذا اللي كتير عم يعمل خير، بحبوا العالم. لوين تتخيلي صباح توصلوا اليوم بكفالة الأيتام؟ لأي عدد؟ ما بعرف أنا إذا حاسة it's open، يعني هو كتير شيء مفتوح. لأنه أنا أول مرة سألتوني بأول مقابلة وقت كان يتيم واحد بعد أول هي، ما كنت قدران أتخيل شو عم بيصير. بس اللي بعرفه أنه طوال ما هذا الخير نيته أنه عن جد يكون كلياتنا جزء من كفالة يتيم وضل بيور وهيك نظيف وكله تطوع، اكيد اكيد بده يوصل لمكان اكثر ما اقدر اوصفه هلا بجمال ان شاء الله. عم بيكون في صعوبات اليوم بالتواصل بانكم تعرفوا اليوم مين موجود من ايتام، مين هو احق، مين بحاجه اكثر، مين لازم انه يكون موجود اكثر ضمن جمعيه روح؟ هلا نحن فريقنا التطوعي موجود باسطنبول ونحن مرخصين هون بتركيا لحتى نقدر نتواصل مع ايتام بالشمال او بمناطق برا تركيا، لانه نحن لسه متطوعين وما عندنا فريق لوجستي تحت بالارض. بنتعاون مع جمعيات واصله لهونيك بالارض مقابل انه هن يكون العقد تبعهم مع روح نسبه الادمن كوست بسموه او المصاريف الاداريه كثير اقل، يعني يقدمون لنا عروض انه المصاريف الاداريه تكون اقل لنضمن انه الكفاله توصل ماكسيموم تبع لليتيم بدون ما يقتص اي شيء منها، ما انه احنا ما بنقتص اي شيء منها. هلا حاليا نحن متعاونين مع هيومن ابيل لحتى نوصل لايتام اللي موجودين بالشمال، وان شاء الله قريبا يعني حنزور الايتام وحنشوفهم لاول مره، فهو شيء كثير ايموشنال للفريق وحساس. فالحمد لله التواصل عم يكون يعني ردا على سؤالك سهل لانه في هي الجهات عم تساعدنا. تمام. حلو كثير. طيب صباحا بتفكروا تعملوا متجر مثلا كمتجر الكتروني خاص بيروح تقدموا فيه كل هي المنتجات وتكتبوا كل التفاصيل مثلا انه النسبه يعني كم نسبه رح تروح للايتام وكم نسبه رح تروح للسيدات، او حتى على ارض الواقع يكون في متجر؟ هلا نحن صراحه في متجر عنا اسمه روح دوت اورج موجود، بنبيع نحن منتجات روح. نحن كنا نعمل منتجات قبل ما اصحاب المشاريع صاروا يتبرعونا بمنتجات، و100% من هاي المنتجات بتروح للايتام. ولكن ردا على سؤالك اكيد نحن عم نفكر انه شايف كيف موضوع ترند يول، كيف الناس تعرض بضاعتها هنيك وبتبيعها، نحن اكيد عم نفكر بيروح انه نطور الستور تبعنا ليصير ايوه مثل ما انت قلت اونلاين لسيدات الاعمال ليستفادوا ويفيدوا. بس موضوع انه تكون روح شيء ثابت اظن رح يفقد بهجه انه ايفنت روح، عرفت انه الناس ناطره. ما بعرف كمان بتعرف انه ما بقدر تخيل شيء، لانه اذا تخيل شيء بحس بحد الموضوع، فما بحب احط حدود. تماما، كثير انبسطنا حبيبتي، ودائما بتكوني معنا بصباح سوريا بيكون في شيء جديد وبيكون في حماس اقوى وطاقه اكثر. بنتمنى عن جد نكون معكم وقت بتكون تقابلوا الايتام اكيد ونغطي هاي المرحله. اكيد انبسطنا بوجودك معنا حبيبه قلبي، والتوفيق لك وكل الفريق. يعطيكم الف عافيه. هارك سعيد.